أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التفسير، اللهم فقهنا في الدين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ناداك قلبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا، ونورا ساطعا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما فيه، وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه،
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل لصلاة الفجر لهذا اليوم الأربعاء، حيث من المفترض أن يؤم بنا الشيخ صلاح العكرماوي كما اعتدنا في كل يوم أو في أيام الأربعاء السابقة. بارك الله فيكم، أكرمكم الله، ثبتكم الله، أعانكم الله، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأدخل السكينة والسرور والسعادة على قلوبكم وقلوب أحبتكم في الدنيا والآخرة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.